أحبائي طلب الطلبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة مع بعض هنبدأ شابتر 2. شابتر 2 بنتكلم فيها عن light as a wave motion. light as a wave motion، وتعال نبدأ مع بعض lesson 1 ونشوف يعني إيه المقصود بال light as a wave motion، وهل ال light ده يمكن يبقى ليه نيتشر تاني، طبيعة تاني غير ال wave. وده مفهوم احنا هناخد درسه مع بعض في سنة تالتة، فمهم أوي في سنة تانية نفهم يعني ايه light as a wave motion، لان في سنة تالتة هندرس light as a particle motion، وهنعمل comparison في النهاية بين particle wave particle nature والwave nature. وعشان كده مهم قوي الليسون ده او جزء الشابتر ده ان احنا نفهم ايه المقصود باللايت as a wave. كنا الشابتر اللي فات اتكلمنا بعض بروبرز كده عن اللايت، ان اللايت ده electromagnetic wave، ولان هو electromagnetic wave فهو كان travel through space or any medium، هو does not require the medium to propagate it in، هو مش محتاج للميديوم عشان ينتشر، زي الساوند مثلا need the air عشان travel through، لكن اللايت ده مش محتاج للميديوم to travel through. اللايت ليه constant speed اللي هي speed of light اللي احنا كلنا عارفينها 3 times 10 power 8 meter per second، وهو عبارة عن range كبير من الويف لينسز بنسميه electromagnetic wave. وان الفيزيبل لايت لوحده اللي احنا بيسبب لنا احساس النظر ونقدر نشوف من خلاله، ده عبارة عن جزء صغير من الرينج بتاع الويف لينس اللي احنا الرينج بتاع الالكترومغنيتيك ويف. لو جينا بصينا على اللايت ده انكلود الراديو ويف والانفراريد والفيزيبل لايت والالترا فايولت والاكس ريز وجاما ريز، كل دول موجودين في السار ري سبيكترم مثلا، في شعاع الشمس موجودة كل الويف لينسز دي موجودة جواها، كلهم ديفرنت في الفريكوانسي وفي الويف لينس، كلهم ديفرنت في الفريكوانسي والويف لينس، لكن كلهم ترانسفيرز ويف وكلهم الكترومغنيتيك ويف، ديفرنت في الفريكوانسي والويف لينس، لكن بالرغم من كده كلهم ليهم كونستنت سبيد اللي هي سبيد اوف لايت 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند. يبقى في كده ملاحظات صغيرة عن اللايت لازم نكون فاهمينها، ان هو الكترومغنيتيك دونت نيد ميديوم، الفيزيبل لايت ده عبارة عن جزء من الرينج اللي موجود، هو جواه راديو ويف وانفراريد وفيزيبل لايت والتراسونيك والترا فايولت وجاما ريز، وكل دول الكترومغنيتيك ويف موجودة في السار ري لوحده، وهو ترانسفيرز ويف يعني كريستو تراف. طيب تعالوا بقى ندرس مع بعض ونشوف ايه فكرة ان هما ديفرنت في الفريكوانسي والويف لينس. اول واحد هنا هنلاقيها الجاما ري، شايفين الويف لينسز بتاعتها الجاما ري صغيرة ازاي؟ وكل ما نتحرك لقدام اللي هو اكس راي والالترا فايولت والفيزابل لايت والانفراريد والراديو ويف، كل ما تلاقي ان الديستانس ما بين كريست والتانيه شايفين عمال يحصل لها انكريز، يعني اصغر ويف لينس هو الجاما راي واكبر ويف لينس هو الراديو ويفز، والويف لينس بيحصل له انكريز ثم انا بتحرك من الجاما للاكس. مهم ان انا اكون عارف الترتيب ده وحافظه، ان هبدا بالجاما اكس الترا فايولت فيزابل لايت انفراريد والراديو ويفز، الويف لينس بيحصلها انكريز في الرينج ده في الدايركشن ده من الشمال لغايه اليمين. الفيزيبل لايت لوحده فيه 7 كالرز، والكالرز برده مترتبه على حسب الويف لينس، يعني اصغر ويف لينس هتلاقيه في الاول خالص اللي هو الفايلو، واكبر ويف لينس هو الريد. عشان كده اللي قبل الفيزيبل لايت في حاجه اسمها الترا فايلوت، عشان كده اول لون في الفيزيبل لايت يجي وراه الفايلو، اخر واحد عندنا الريد، ويجي بعديه على طول الانفراريد. يعني الجزء بتاع الفيزيبل لايت ده اللي هو الجزء السكشن ده، لو انا حطيت الكالرز دي بالترتيب بتاعها الاقي ان ده الترا فايولت واللي بعديها الانفراريد، ليه؟ اصل هنا في الفايولت وهنا في الريد، يبقى ده الفوق بنفسجيه يعني اللي قبله، ودي اللي بنسميها تحت الحمراء اللي بعد الريد، فكده واخدين الاسمين دول من الكالرز اللي قريبه منها جدا اللي هو الريد ومين والفايولت. يبقى بالرغم من اختلافهم في الويف لينس واختلافهم في الفريكوانسي، واحنا عارفين ان العلاقه ما بين الفريكوانسي والويف لينس علاقه انفرسلي، علشان كده واحد يزيد والتاني يقل، لكن ليهم كلهم كونستنت سبيد اللي هي السبيد اوف لايت اللي هي 3 تايمز 10 باور 8 متر بير سكند، كلهم ليهم سرعه واحده بالرغم من اختلافهم في الفريكوانسي والويف لينس، بس ده يزيد التاني بيقل، تفضل ليهم كونستنت سبيد اللي هي سبيد اوف لايت، مفيش واحد اسرع من التاني، مفيش حاجه اسمها الراد ويف لان الويف لينس بتاعها اكبر فالفلوست بتاعتها اكبر من الجاما ري لان الجاما ري الويف لينس بتاعتها اصغر، لا اذا كانت هي اكبر في الويف لينس الراديو فالجاما ري فهي اصغر في الويف لينس،
واذا كانت هي اكبر في الويف لينث الراديو فهي اصغر في الفريكوانسي، وهنا اذا كانت دي اصغر في الويف لينث فهي اكبر في الفريكوانسي وهكذا. لكن ليهم كلهم يكون السنت سبيد سرعه واحده. طيب تعالوا ناخد مع بعض بروبرتيز اوف لايت ويف. احنا هناخد فور بروبرتيز في الشابتر ده، وده الجزء الاولاني من الشابتر. النهارده هناخد منها اول بروبرتي اللايت، ايه يحصل له فور فاكتورز او فور بروبرتيز. اول حاجه كلنا عارفينها اللايت اللي بيحصل له ريفليكشن. امتى اللايت يحصل له ريفليكشن؟ وين ميت ا ريفليكتنج سيرفيس. يعني ايه يقابل ريفليكتنج سيرفيس؟ ريفليكتنج سيرفيس زيها زي مين؟ زي الميرورز، ان هو يقابل مرايه قدامه يحصل عليها على طول ايه ريفليكشن. وان هو يقابل مرايه يعني ايه؟ وبيحصل ايه على الميرور بتاعتنا؟ كلنا نعرف ان احنا لما بنقف قدام المرايه بنشوف ايه؟ الريفليكشن بتاعنا، انعكاس للايمج بتاعتنا على مين؟ على الميرور. كذلك اللايت، يعني اللايت ده لما بينزل على اي ميرور يبدا يعمل ايه لللايت؟ يعمل ايه الميرور لللايت؟ يعمل له ريفليكشن. فاحنا هنتكلم بقى على الريفليكشن اللي بيحصل من خلال مين؟ اللوستر سيرفيس، الاسطح اللامعه، زي مين؟ زي الميرور. طيب ايه اللي بيحصل مع الميرورز بالظبط؟ لو انا عندي انسيدنت لايت ري، اللاين ده اسمه ايه يا جماعه؟ انسيدنت لايت ري، شايفيه؟ محطوط عليه سهم ونازل على الميرور بتاعتي، عشان كده بنسميه ايه؟ نازل، دي اسمها انسيدنت. عند البوينت اللي من تحت دي بنسميها انسيدنت بوينت، النقطة اللي أنا واقف عندها دي اسمها إيه يا جماعة؟ انسيدنت بوينت. يبقى أنا عندي حاجة اسمها انسيدنت لايت ري، والنقطة اللي هيقابل فيها الميرور بسميها انسيدنت بوينت. من عند النقطة دي بنعمل حاجة اسمها نورمال. نورمال يعني إيه؟ يعني بيربنديكولار لاين على مين؟ على السيرفيس بتاعي، بيربنديكولار لاين على السيرفيس بتاعي. The angle subtended between the incident light ray and the normal بسمي الانجل دي angle of incidence، بسميها angle of incidence. ممكن اسميها theta 1، اسميها phi، اسميها اي حاجه مش مشكله، اهم هو حاجه ان انا اوضح ان دي اسمها ايه؟ angle of incidence. يبقى انا عندي incident light ray، وعندي حاجه اسمها incident point، وعندي حاجه اسمها normal، وعندي الانجل اللي ما بين الري والنورمال اسمها incident angle. الري لما ينزل على الميرور هيحصل له ايه؟ يحصل له reflection. عشان كده بسمي الري اللي حصل له ريفليكشن بسميه ريفليكتد لايت ري، بسميه ريفليكتد لايت ري. The angle subtended between the normal and the reflected light ray بسميها angle of reflection. ممكن نسميها ثيتا 1 داش، نسميها ثيتا ار، ونسمي دي ثيتا اي incident، ودي ثيتا ار reflection، نسمي دي فاي، نسمي دي ثيتا. المهم ميز ان ده incident angle وان هي دي angle of reflection. اللي نلاحظه بقى على اللايت ريفليكشن عندي بقى ايه هي اللوز اللي بيستند عليها اللايت ريفليكشن، ولا هو الريفليكشن ده راندوملي؟ لا مش راندوملي، ليه قواعد مهمه قوي لازم نخلي بالنا منها. اول رول فيرست لو ان الانسيدنت انجل ايكوال الانجل اوف ريفليكشن، ان الانسيدنت انجل ايكوال الانجل اوف ريفليكشن. يعني لو الانسيدنت انجل دي 30 الانجل اوف ريفليكشن 30، لو الانسيدنت انجل دي 60 يبقى الانجل اوف ريفليكشن برضه 60. اهم حاجه ان الانسيدنت ايكوال ايه؟ الريفليكشن. وده اول لو عندي في اللايت ريفليكشن بالنسبه للميرور. يعني انت لما تقف في وش مرايه وتشوف الايمج بتاعتك في وشك مباشره، ما بتشوفش الايمج بتاعتك على الجنب اليمين شويه ولا شمال ولا فوق ولا تحت، لا. طول ما عندي انا الفلات ميرور، فلات ميرور يعني ايه؟ مرايه مسطحه بالشكل ده، مش كونكيف ومش كونفكس ومش اي شكل تاني، لازم تبقى بالشكل ده، يدينا على طول كومبليت ريفليكشن باللوز بتاعته، ان الانسيدنت ايكوال الريفليكتد انجل، الانسيدنت انجل ايكوال الريفليكتد انجل. تاني اللي هو الستيتمنت بتاع الريفليكشن. الستيتمنت يعني نقصد بيها ايه الستيتمنت؟ ان ذا انسيدنت لايت ري، الجمله بقى اللي تصيغ اللايت ريفليكشن. ذا انسيدنت لايت ري، ذا ريفليكتد لايت ري، اند ذا نورمال. الثلاثه دول فين؟ ات ذا بوينت اوف انسيدنس. الثلاثه دول عند نقطه واحده، اسمها ايه النقطه دي؟ بوينت اوف انسيدنس. All eyes in the same plane. Same plane يعني نفس المكان اللي جه منه الانسيدنت ري بتاعي هو اللي حصل له ريفليكشن، في نفس المكان، يعني مفيش حد عدى الناحيه الثانيه، ما حصلوش باص اللايت الناحيه الثانيه. All eyes in the same plane. وكلهم بير بانديكولار تو، شايفين اهو ادي النورمال اهو وادي السطح بتاعي، فعشان كده بقول عنها بير بانديكولار تو ذا ريفليكتنج سيرفيس. يبقى تاني the incident light ray, reflected light ray, and the normal line at the point of incidence all lie in same plane.
وهم perpendicular to the reflecting ايه سيرفيس، perpendicular to the reflecting سيرفيس. موضوع اللايت ريفليكت موضوع سهل، وانتوا ايه عندكم تصور عنه قديم من قبل كده من اعدادي. بس تعالوا مع بعض ناخد الاكزامبل ده نوضح برضو ايه الفكره ممكن تيجي ازاي او السؤال ممكن يجي لنا ازاي. مدينا هنا تو ميررز اكس واي perpendicular to each other اهو، وان في لايت راي فول على الميرور اكس وذ ان انجل 40 فروم ذا ميرور. يعني ايه انجل 40 فروم ذا ميرور؟ يعني الانجل ما بين الري والميرور عند 40. طب هل دي اعتبرها الانسيدنت انجل؟ لا طبعا، احنا دفعنا الانسيدنت انجل ما بين مين ومين؟ ما بين الري والميرور. وبيقول لي هنا تريس ذا باث اوف لايت راي ويتش انسيدنت اون ميرور اكس اند فايند ذا انجل اوف ريفليكشن فروم ميرور واي. تتبع مسار الري ده وهات الانجل اللي هيعمل بيها الري ريفليكشن فروم ميرور واي. طب تعالوا نشوف بقى ايه نمشي ورا الفكره دي ازاي. اول حاجه لازم اعمل ايه عند الانسيدنت بوينت هنا؟ اعمل نورمال علشان اعرف ايه؟ اعرف الانسيدنت انجل بكام. طب هنا الانسيدنت بكام؟ ب 50. عرفناها من ايه؟ اصل النورمال ده ب 90، واذا كانت السايد ده او الانجل دي 40 يبقى الانجل اللي جنبها كام؟ 50. طب الري هيجرى له ايه عند الانسيدنت بوينت هنا؟ هيحصل له ريفليكشن. يبقى الانجل اوف ريفليكشن كام؟ اللي يبقى الانجل اوف ريفليكشن 50. ليه؟ طيب اصل الانسيدنت انجل ايكوال الانجل اوف ريفليكشن، ودي اللول الاولاني في اللايت ريفليكشن. طب اذا كانت دي 50 يبقى الانجل اللي بعدها كده بقى جوه كده اللي هي دي بكام؟ ب 40. طب اذا كان ده 40 وده 90 يبقى الانسيدنت انجل اللي معايا هنا كام؟ ب 50. يبقى انا كده الترينجل ده عرفت ادي 90 ادي 40 ادي 50. طيب لما الري ينزل على الميرور واي هنعمل ايه كمان عند الانسيدنت بوينت دي؟ نورمال جديد يحدد لي ان الانسيدنت انجل هنا كام؟ ب 40. طيب الري هيحصل له ايه هنا؟ ريفليكشن. طب ايه شكل الريفليكشن اللي هيعمله؟ يعني الدايركشن يبقى ماشي ازاي؟ ونخلي بالنا مش اي دايركشن. ليه طيب؟ مبدئيا تعالى نقول مش دي 40 ودي 40 جنبها؟ طب اذا كانوا دول مع بعض ب 100 والاثنين دول مع بعض ب 80. الله ده 100 ودول 80 يبقى مجموعهم 180، يبقى اكيد الري اللي هيعمل ريفليكشن فروم ميرور واي بارلل للري اللي نزل. يعني واخدين بالنا شايفين الرسمه ماشيه ازاي؟ يعني الري ده ما يترسمش وبس، لازم الري ده يترسم بارلل لمين؟ للانسيدنت. ليه؟ علشان الاثنين دول مجموعهم 100 والاثنين دول مجموعهم 80، يبقى الصم النهائي للاثنين دول 180، يبقى التو لاينز دول ايه؟ بارلل لبعض. يبقى الانجل النهائيه كام عند الميرور واي؟ ب 50. يبقى انا كده تتبعت المسار اللي هو عايزه والانجلز كلها كملتها، وكمان حددت الري هيحصل له ريفليكشن بدقه، مش اي ريفليكشن، لازم ارسمه بدقه. خلي بالي ايه شكل الريفليكشن، بارلل ليه ولا مختلف؟ لو مش بارلل ليه يبقى غلط، اختار الاختيار اللي هو فيه ايه الري بارلل، لان الاثنين دول مجموعهم 180. طيب ما نكون فهمنا المثال ده والملاحظه دي لان مهمه جدا في الرسم. طب تعال ناخد اكزامبل تاني بيقول لي ايه هنا بقى. مديني تو ميرز وعليهم الريز وعليهم النورمال وعليهم الانجلز، وبس طالب مني ايه الانجل النهائيه بكام. يعني بيقول لي ايه تو ميرور ميك ان انجل اوف 120. تو ميرز ميك ان انجل كام؟ 120 اهي. ويز ايتش اذر از ان فيجر. اري از انسيدنت اون ميرور ام 1 ات ان انجل 65 to the norm. ادي ري نازل على الميرور ام 1 with angle 65 to the norm. شايفين الانجل اهو محددها لي بالظبط فين. Find the angle the ray make. هات الانجل اللي بيعملها الري with the normal to ام 2. عايز الانجل اللي بيعملها الري مع النورمال لما يحصل له ريفليكشن من ايه الميرور ام 2. طب تعالى بقى نمشيها خطوه خطوه. الانجل اوف انسيدنت كام؟ ب 65. طب يبقى الانجل اوف ريفليكشن بكام؟ ب 65 زيها، ان اللي دي انسيدنت ايكوال ريفليكشن. طب يبقى الانجل اللي بعدها كام هنا بقى؟ الفاي. خلاص ما هي دي 90 ودي 65 يبقى الفاي دي بكام؟ ب 25. طب انا عندي بقى في تراينجل هنا فيها فاي ب 25 والانجل دي 120 باقي للالف. طب مش الثري انجلز دول الصم بتاعهم 180؟ يبقى 180 equal 25 plus 120 plus 1000.
اطلع الالفا بتاعتي، الالفا دي تطلع كام بقى؟ ب 35 ديجري. يبقى انا كده عرفت الانجل الالفا اللي هو عاملها الري مع الميرور ام 2. سهل قوي بقى ان انا اجيب الثيتا ايه، البيتا انسيدنت دي. طب اجيب البيتا انسيدنت ازاي؟ اه ما هو الالفا بلس البيتا انسيدنت الاثنين دول مجموعهم منها ايه 90. طب يبقى اعمل ال 90 ماينس 35 يطلع لي البيتا انسيدنت 55. يبقى اكيد البيتا ريفليكشن بكام؟ هي كمان ايه ب 55. يبقى انا كده عرفت الانجل اللي هيعمل بيها الري بتاعي ريفليكشن من ام 2 بكام. سهله قوي الفكره وبسيطه، انت تقدر تحل عليها بسهوله. كل اللي بتعتمد عليها في العلاقه بتاعتك انك انت ايه عارف ان الانسيدنت انجل ايكوال الانجل اوف ريفليكشن، وبتعمل الانجل دايما ما بين الري والنورمال، وطول ما في نورمال يعني انجل 90، فانت تقدر تجيب الانجل الثانيه اللي ما بين الري والميرور بتاعتي، وبناء عليها انا ببدأ ايه اتحرك كده خطوة خطوة لغاية ما بوصل لاخر انجل عندي. اتمنى ان احنا نكون فهمنا درس النهاردة، ونتقابل مع بعض ان شاء الله الحصة اللي جاية مع ليسن 2.